ناصر الهاجري معنا في الدائرة الانتخابية أيضا. ثانيا صباح عليك بالخير زميلنا ناصر، أوصف لنا الوضع هناك الآن في هذه الانطلاقة الصباحية الباكرة. عليك بالخير وصبح على المشاهدين الكرام بكل خير مشاهدي تلفزيون دولة الكويت. كما ذكرت دكتور بسام، ينتشر مراسلو تلفزيون دولة الكويت في مراكز الاقتراع في الدارتين الثانية والثالثة، وتغطية شاملة ومتكاملة لانتخابات مجلس الأمة التكميلية 2019. نحن الآن نتواجد بالتحديد في مدرسة عبد العزيز العتيقي في منطقة صلويبيخات. هذه المدرسة تكون لتصويت الرجال. قبل دقائق وفي تمام الثامنة صباحا فتحت مراكز الاقتراع هنا أبوابها ليتوافد الرجال، وللأمانة وسط استعدادات وجهوزية تامة من قبل كافة الجهات المعنية في الانتخابات، سواء من وزارة الداخلية أو من رجال القضاء أو كذلك ما نشاهد وزارة الصحة في توفير كل ما يحتاجه المواطنون والناخبون للإدلاء بأصواتهم واختيار من يمثلهم تحت قبة عبد الله السالم. ونتواصل معكم بإذن الله في هذه التغطية والمباشرة لنهاية ظهور الأصوات، ظهور النتائج لهذه الانتخابات بإذن الله. جزيل الشكر لك زميلنا ناصر الهاجر، متواجد في الدائرة الانتخابية الثانية إن شاء الله. سوف نستمر إن شاء الله في هذه التغطية المباشرة للانتخابات التكميلية 2019، وزميلنا عايد العنزي يطلعنا على سير العملية الانتخابية. صباح الخير زميلنا عايد. صباح الخير دكتور بسام، صباح الخير مشاهدينا الكرام، واهلا وسهلا بكم. فعلا بسام، انا في منطقه المنصوريه بالتحديد في مدرسه الاحمديه الابتدائيه، حيث الهدوء في بدايه عمليه الاختراع، يعني لحد الان هدوء واضح في بدايه عمليه الاختراع. جميل، كما ذكرت زميلنا عايد العنزي بان الهدوء يسود يعني هذه الساعات المبكره، وعاده ما يكون كبار السن هم الذين يقبلون على العمليه الانتخابيه كما عودتنا تاريخ العمليات الانتخابيه في دوله الكويت. سنتواصل إن شاء الله معك زميلنا عايد العنزي إن شاء الله من خلال تواجدك في الدائرة الانتخابية الثانية، وتطلعنا إن شاء الله على المزيد من هذه المعلومات. زميلنا المتواجد في الدائرة الانتخابية الثانية في شبكة المراسلين عبد الله الدوسري، نصبح عليك بالخير زميلنا عبد الله. كيف تسير العملية، وإذا كان هنالك إقبال منذ الصباح الباكر مع فتح باب وصناديق الاقتراع؟ شامية البنات، أنت على الهواء مباشرة. جميل جدا، ريثما يجهز الزميل عبد الله الدوسري إن شاء الله. نذهب إلى الدائرة الانتخابية الثانية، وزميل يوسف صفر متواجد هناك، نصبح عليك بالخير زميلنا يوسف، كنت تسمعني بشكل واضح. كيف تسير العملية الانتخابية وهذا الصباح الجميل؟ نعم أصبح عليك بالخير زميلي بسام، وأصبح على السادة المشاهدين. كما ذكرت زميلي بسام، في هذا العرس الانتخابي نحن الآن متواجدون في تغطية الانتخابات التكميلية لمجلس الأمة 2016 أو 2019. خلال الدقائق الفائتة كانت الساعة 8 تم فتح باب المدارس لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم للانتخابات التكميلية لمجلس الأمة 2019. جميع الجهات المشاركة على رأسها القضاء، وأيضا وزارة الداخلية، وزارة الإعلام، وزارة الصحة ممثلة بإدارة الطوارئ الطبية، الهلال الأحمر الكويتي، أيضا وزارة الداخلية في الدفاع المدني، جهات عديدة مشاركة في هذا اليوم لإنجاح هذه العملية الانتخابية لانتخابات مجلس الأمة 2016 التكميلية. لاحظنا قبل قليل كان في وجود بعض الناخبين من كبار السن، لأن مثل ما أنتم عارفين كبار السن دائما هم يصحون بدري شوية في الصباح الباكر للإدلاء بأصواتهم، لأن مثل ما أنتم عارفين خلال الساعات القادمة راح يتوافد أعداد الناخبين للإدلاء بأصواتهم، فكبار السن يفضلون أنهم يكونوا في هذه اللحظة للإدلاء بأصواتهم عن الزحمة في الساعات القادمة. لكن مثل ما وعدناكم وعودناكم خلال شاشة التلفزيون دولة الكويت، راح نوافيكم أول بأول الأحداث وما هي المستجدات خلال هذه الانتخابات زميلي بسام، ولكن ابقوا معنا
في شاشة تلفزيون دورة الكويت وهذه التغطية المميزة. جزيل الشكر للزميل يوسف صفر المتواجد في الدائرة الانتخابية الثانية. نتوجه الآن إلى الزميل نجيب القحطاني ونطلع منك نجيب، وأنت الآن داخل يبدو أحد اللجان المتواجد أنت في الدائرة الانتخابية الثالثة. صباح عليك بالخير. صباح الخير زميلي بسام، صباح عليك بالخير وصباح على زميلي محمد وكل المشاهدين الكرام يتابعونا في برنامج وتلفزيون الكويت. واليوم الانتخابات التكميلية للدائرة الثانية والثالثة، أنا متواجد الآن في مدرسة سالم الحسينان المتوسطة بنين في منطقة الخالدية إناث. هذه المدرسة يوجد فيها 4 لجان، لجنة أصلية وثلاث لجان فرعية. الاستعدادات مثل ما تفضل زميلي بسام وزميلي محمد أنه لا تزال الأوضاع عندنا ما شاء الله ممتازة، جدا ممتازة من أفضل ما يمكن. نعم. كذلك نشكر وزارة الداخلية يعطيهم العافية على التنظيم الرائع من بداية دخول المرشحين إلى وصولهم إلى القاضي. كذلك أنه يعني كذلك نشكر سعادة المستشار عادل يوسف الكندري اللي يعني أعطى فرصة لأسرة وتلفزيون دولة الكويت يكونوا متواجدين. نعم. كذلك أن المندوبين موجودين، الكل ما شاء الله من أفضل ما يمكن. عدد المرشحين راح يكون ان شاء الله في هذه اللجنه فقط اللي انا موجود فيها اللي اللجنه الاصليه 893 من الاناث. لكن مثل ما احنا عارفين ان دائما الفتره الصباحيه واليوم عطله يوم السبت، تدري ان الاوضاع لا تزال هادئه، يمكن على الساعات ان شاء الله القادمه راح يكون ان شاء الله الاقبال اكثر واكثر. لكن احنا راح نتواصل معكم اولا باول بهذه التغطيه الحيه من الدائره الثالثه ومن انتخابات امه 2019. جزيل الشكر لك زميلنا نجيب القحطاني على هذه المعلومات. ومثل ما ذكر زميلنا نجيب بأن اليوم يعتبر يوم عطلة يوم السبت، فلذلك عندنا متسع من الوقت من الساعة 8 صباحا وحتى 8 مساء، فهنالك أوقات نستطيع الخروج فيها. واختيار يوم السبت هو ضمن الأيام العطل الرسمية لدولة الكويت يعطينا مساحة من التنقل بين الدائرة الانتخابية الثانية والثالثة، لذلك العملية الانتخابية سوف تكون عملية انتخابية جدا سهلة وسلسة، خاصة أنه اختيار مقعدين فقط لانتخابات تكميلية. بالعودة مرة أخرى إلى الزميل في الدائرة الانتخابية الثانية الزميل عبد الله الدوسري، نصبح عليك بالخير وهل لك أن تطلعنا بما لديك. صباح الخير بسام، صباح الخير مشاهدين الكرام. وإحنا الآن في منطقة الشامية وتحديدا في المدرسة المتوسطة المشتركة للبنات في منطقة الشامية، وتعتبر هذه هي اللجنة الفرعية للذكور. حاليا احنا متواجدين امام المدرسة، الاقبال مثل ما انتم عارفين في الساعات الاولى الباكر عادة ما يكون الاقبال جدا بسيط بحكم ان اليوم مثل ما احنا عارفين اجازة والناس ما زالوا اللي متواجد خارج المناطق في الشاليهات أو في أماكن أخرى، واللي لما الآن الله يمدهم الصحة والعافية نايمين. فالإقبال إن شاء الله نتوقع الساعات القادمة يكون هناك إقبال على التصويت. نتمنى للجميع إن شاء الله التوفيق المرشحين في هذه الدائرة، ونتمنى من الأخوة الناخبين أن يدلوا بأصواتهم لكل ومن يختار من ناخبينا. جزيل الشكر للزميل عبد الله الدوسري المتواجد في الدائرة الانتخابية الثانية. وننتقل الآن إلى الدائرة الانتخابية الثالثة والزميل أحمد ماتقي يطلعنا على الأمور التي تسير الآن في الصباح الباكر للانتخابات التكميلية 2019، وإذا كان هنالك بالفعل دخول حتى من بدء فتح باب الاقتراع منذ تمام الساعة 8 صباحا. صباح عليك بالخير زميلنا أحمد ماتقي. صباح الخير. صباح عليك بالنور أخوي بسام، وطبعا صباح عليكم بالخير مشاهدين الكرام مشاهدين تلفزيون دولة الكويت في هذه التغطية الخاصة للانتخابات التكميلية لعام 2019. بالفعل بسام يمكن منذ يعني فتح باب الاقتراع بثانوية الروضة بنات بالدائرة الثالثة، نحن متواجدين بهذه طبعا المدرسة، تم يعني خلنا نقول ان دخول يعني النساء للادلاء باصواتهم يعني منذ الصباح الباكر، يمكن من الساعه 8 ما شاء الله احنا قاعدين نشوف ان متواجدين خلونا نقول النساء على اساس ان يدون باصواتهم. وبالفعل ابتدى يعني عمليه الاقتراع في طبعا هذه المدرسه. خلنا نقول ان يعني طبعا المدرسه هذه تحتوي بسام على لجنه اصليه وست لجان فرعية، وما شاء الله احنا قاعدين نشوف يعني التواجد الأمني
كبير في هذه طبعا المدرسة، وكذلك من المسعفين والمتطوعين اللي قاعدين يقومون بإدخال النساء كبار السن، قاعدين يدخلونهم عند الباب، ونشوف احنا ما شاء الله يعني العملية ماشية بحسن، وطبعا قاعدين نشوف ان بسلاسة المواضيع قاعدة تمشي، وخاصة عملية الاقتراع. جزيل الشكر للزميل أحمد ماتقي المتواجد في الدائرة الانتخابية الثالثة، بعدما استعرضنا شبكة المراسلين من الزملاء المتواجدين في الدائرة الانتخابية الثانية والثالثة الذين سوف يكونون إن شاء الله معنا من خلال هذه الأجواء الجميلة، ونقول لهم من الآن يعطيكم العافية، مستمرين إن شاء الله معنا أنتم في الدائرة الانتخابية الثانية والثالثة لإطلاعنا أول بأول على سير هذه العملية الانتخابية، ورح يكونوا إن شاء الله مستمرين معنا حتى ساعات متأخرة من الليل، فمن الآن نقول لهم يعطيكم الصحة والعافية. هذا بالإضافة إلى جميع المؤسسات التي تعمل اليوم من خلال وزارة الإعلام، وزارة الصحة، الداخلية، وكل العاملين منيانا في سير العملية الانتخابية أمة 2019، أي الانتخابات التكميلية. فاصل، متواصلين معكم.